لو تسمح لي فندم، نستقبل عبر الهاتف النائب محمد سباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. سيادة النائب، مرحبا بك. أهلا بيك أستاذ رامي، تحياتي لحضرتك وتحياتي طبعا للزميل العزيز النائب أحمد فتحي. أهلا بيك سيادة النائب. تحت قبة البرلمان تابعنا عمل شباب التنسيقية، عمل محترم في 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 ملفات عديدة حقيقة، مدخلات وليكم شغل في مدخلات ومناقشات وغيرها. ممكن تكلمنا عن هذه التجربة تحت قبة مجلس الشيوخ؟ طبعا يعني هضيف، يعني سمعت طبعا زميلي واخويا العزيز النائب احمد فتحي وبتكلم عن التنسيقيه منذ نشاتها، منذ اطلاقها بدعوه كريمه يعني ودعم كريم من السيد الرئيس في منتدى شباب العالم 2017 بمبادره من شباب الاحزاب، وازاي النهارده بنتكلم ان احنا حققنا نقدر نقول معادله صعبه، ان احنا يكون متواجد افكار وايديولوجيات مختلفه على ترابيزه واحده تحت مظله يحكمها فقط الصالح الوطني، وازاي بنقدر بالفعل ان احنا نعبر على كافه التيارات بشكل توافقي، وباذن الله ده كمان هيتكرر في النموذج الاكبر والاضخم اللي هو يعني الحوار الوطني اللي دعا له السيد الرئيس باذن الله خلال الفتره الجايه. احنا موجودين داخل المجلسين او الغرفتين البرلمانيتين من خلال تنسيقيه ممثلين ب 48 عضو، 16 بمجلس الشيوخ و 32 بمجلس النواب. بالفعل زي ما حضرتك ذكرتي لنا دور، يمكن نقول كان شعارنا ترسيخ لمفهوم السياسه مفهوم جديد، وده بالفعل بفضل الله تعالى ظهر مؤخرا لنا تواجد في الارض، لكن كمان داخل المجلس او المجلسين لنا اداء مختلف. امبارح كان او اول امبارح كان ختام اعمال دور الانعقاد الثاني بمجلس الشيوخ اللي اشرف ان انا احد اعضاء التنسيقيه دي، وبالفعل كان الحصاد ونقدر نقول خلال دور الانعقاد الثاني ظهر جدا ازاي ان احنا كنا فعالين ولنا تواجد. مداخلاتنا ونقدر نقول تعديلاتنا في القوانين اللي بتحال الينا، وكمان اقتراحات ورغبه او نقدر نقول طلبات المناقشه اللي قدمت من زمايلنا كانت بالفعل مختلفه وبتمس المواطن بشكل مباشر. طب خليني اسال حضرتك يا سياده النائب، بما ان حضرتك ذكرت عن مدى رضا المواطن او القضيه التي تمس المواطن بشكل مباشر، حضراتكم بتقيسوا مدى ثقة المواطن في هذه المجموعة أو في التنسيقية بأي شكل؟ وصلتم أو ما وصلتوش؟ بتقيسوا ده إزاي؟ طيب ده نتفق بداية أستاذة رنا إن هدف كل مؤسسات الدولة وخصوصا النيابية منها إنها تصل إلى تحقيق أهداف المواطن وتحقيق رضاه، لأن المواطن هو مصدر السلطات وده طبقا للدستور. نعم. طبعا فبالتالي كل هدفنا إن إحنا إزاي نوصل نحقق له الرفاهية اللي بينشدها في كافة المجالات من خلال نقدر نقول أداة اللي في ايدينا اللي هو السلطة التشريعية وكمان الرقابة والتعاون مع السلطة التنفيذية الحكومة يعني. فده كان نقدر نقول لمسناه من خلال ايه؟ من خلال كثير جدا من المبادرات اللي تتبناها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي انا اشرف ان انا احد اعضائها، والمبادرات دي في الشارع. بنقول ان احنا اخيرا او مؤخرا اطلقنا مبادرة مهمة جدا اسمها سوا هنعدي. المبادره دي بتشتغل في عده مجالات او عده محاور رئيسيه، سواء الامن الغذائي او بنتكلم التضامن الاجتماعي او بنتكلم كمان بالمحليات ودورها، وده هيتضح اكثر خلال الفتره اللي جايه. قياس رضا المواطن كمان احنا بننقل نبض الشارع، يعني بمعنى ان النائب او نقدر نقول اعضاء التنسيقيه خصوصا هم حلقه الوصل ما بين المواطن في الشارع وما بين السلطات او نقدر نقول المؤسسات الدوله، وده وضح خلال الفتره الاخيره ان احنا ازاي نقدر ننقل نبضهم، ننقل ملاحظاتهم بما لا يدع مجالا للشك ان كلنا كمواطنين شاعرين بحجم التحديات اللي الدوله فيها او بتواجهها سواء اقتصاديه او امنيه او في كافه المجالات، شاعرين بحجم المجهودات وحجم المشروعات اللي بتنفذ علشان بلدنا تكون احسن، قد ايه ده بنلمسه وقد ايه ده. بما ان حضرتك كلمت عن حجم المجهودات والتحديات، ايه اكبر تحديات بتواجه الشباب في مصر في هذه الفتره؟ انا شايف ان احنا كنا وما زلنا ان الازمه الرئيسيه او التحدي الاكبر هو تحقيق الثقه بين المواطن وبين مؤسسات الدوله، ودلوقتي كمان في تحدي قوي جدا كمان يمكن بيشاركنا فيه حضراتكم ممثلين للاعلام، ان احنا ازاي ننقل للمواطن انه يشعر بحجم
المجهودات اللي بتبذل لمواجهه هذه التحديات من قبل مؤسسات الدوله، بني ادم يشعر بحجم المشروعات اللي بتتنفذ، عائدها هيكون شكله ازاي، انبسط لهم المعلومه بشكل او باخر، انه يشعر كمان ان الازمه الاقتصاديه بالتاكيد هو بيعاني منها وكلنا شركاء في مواجهتها، ولكن كمان العالم كله بيواجهها، بنشعر بالمسؤوليات كمان اللي على كل مواطن تجاه بلده بشكل او باخر، اعتقد هي دي اهم التحديات. في تحدي مهم يمكن احنا بنعمله في سكيل صغير شويه او بنواجهه اللي والمسؤول عنه طبعا اخويا العزيز النائب احمد فتحي داخل التنسيقيه، وهو فكره تاهيل الشباب، فاحنا بنعمل ده داخل التنسيقيه او اعضاء التنسيقيه بناهلهم وندربهم علشان لما تتاح لهم الفرصه يكونوا ويتم تمكينهم زي ما حصل منذ يعني اطلاق الجمهوريه الجديده وكمان منذ 30/6 في 2013 حتى الان، فكره ان الشباب اهل واتاحت له الفرصه، ولكن كمان لازم يكون اذا ما تم تمكينه يكون يسبقه تاهيل بشكل جيد. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للنائب محمد سباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.